السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. توجور مع اخبار شباب القبائل، في بعض اخبار عن وجديد الاستخدامات تاع شباب القبائل في بعض الاسماء متداوله سنحكيوا عليهم بعد ما ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناه وتركوا لنا تعليق. ولكم التعليق واش رايكم في عوده بن سايح وحمرون الى فريق شباب القبائل. هذه بعض الاسماء المتداوله، راح نبينوا شويه لانه الشبيبه واداره شبيبه القبائل راح تجلب أربع لاعبين ولازم عليها تعرف تختار وتنقية لأفضل اللاعبين إن شاء الله اللي راح يساعدوها في الميركاتو الشتوي والقدام إن شاء الله. المهم، الإدارة تضع قائمة أولية بثمانية مسرحين. أن الإدارة وضعت قائمة للاعبين الذين سيكونون على موعد مع تغيير الأجواء في الفترة القادمة، وحسب ما أشارت إليه مصادرنا فإن هناك ثمانية لاعبين سيغادرون التشكيلة. ضربة ثمانية كاملين يعني راح يغادروا التشكيلة، يا ترى منهم؟ تمنوا أنه في الفترة هذه ما يحطوش القائمة هذه، ما يديروش اللاعبين، ما يخليهمش يتنواو، كاين اللي ربما يدخلوا اللاعبين في دوامة، ربما نطريتو ويشوف ميلود حمدي هو المدرب الرئيسي مع تنسيق مع المدربين كيما بن صافي وكذا، تشاور وان شاء الله افضل لاعبين راح يبقاو ان شاء الله، واللي ما قدروش يمثلوا الشباب القبائل وما قدروش على الوضعيه هذه وما قدروش يسترجعوا مستواهم، نتمنى لهم فريق اخر يقدروا يرجعوا فيه مستواهم، حنا ما نحقرو حتى واحد. المهم نقولوا ايضا الاختيار الانسب حاجه منيحه، لن يتم جلب أكثر من أربعة لاعبين. وبخصوص الأسماء التي سيتم تدعيم الفريق بها فإنها ستكون حسب مصادرنا لن تتعدى الأربع أسماء، والأولوية ستكون للخط الأمامي بشكل كبير والذي يعاني من عجز كبير لم يجد له أي مناصر تفسير مقنعا سوى أن المأمورية ستكون ملقاة على المدرب القادم من أجل إيجاد الحلول سريعا. يعني قلت لكم ميلود حمدي هو المسؤول الأول للاستقدامات مع التنسيق والتشاور. عودة بن سايح وحمرون ليس حديث الساعة، وفضل أحد المسيرين الحديث عن الثنائي بن سايح وحمرون اللذان أشارت بعض الأطراف إلى أنهما ضمن اهتمامات مسيري الشبيبة، إلا أن مصدر من الإدارة أشار إلى أنهما ليس من الأولوية حاليا للعديد من الاعتبارات التي سبق وأن تحدثنا عليها، على غرار عدم رغبة فريقهما في تسريحهما لأي وجهة كما بلغنا من مصادرنا. قال لك يعني توضيح النقطة هذه أنه صعيبة بجيبهم لأنه اللاعبين مرتبطين بعقد مع فريقهما اللي قاعدين يمثلوه الآن، صعيبة بجيبهم وصعيبة بيفسخوا لهم عقدهم وصعيبة به يطلقوهم أو يسرحوهم. نتمنى أنه تكون مفاوضات ولا حاجة، لأني شفت كثير من الكومنتر حابين يرجعوا بن سايح كابيتانو. قال لك من نهار راح شبيبة وشبيبة في حالة، قال لك محتاجين لاعب كان يلعب بقلبه كيما بن سايح، حتى حمرون كان يلعب بقلبه، محتاجين لاعب بلاغرين تاع بن سايح، محتاجين لاعب يصبر كيما بن سايح. نتمنى ان شاء الله المفاوضات تكون في طريق صحيح، لا كان في اولويات الاداره. هذا هو الاخبار على اللاعبين، نتمنى انه الشبيبه ما تغلط وتجيب لنا لاعبين بان نحيروا فيهم، نتمنى انه الاختيار والانتقاء يكون جيد باه يساعدوا ليكيب، نتمنى ذلك. مازلنا نحكيوا الموضوع تاع الميركاتو الشتوي كثيرا وكثيرا ان شاء الله. يلا لايك الفيديو، ابوني في القناه وتركوا لنا تعليق، واش رايكم في عوده بن سايح وحمرون لفريق القلب شبيبه القبائل؟ مع فيديو جديد في بلجيسكا، سلام خاوتي.